في خطر، ولا بد أن نناصرهم وأن نتضامن معهم وأن نتظاهر احتجاجا ورفضا لما يقوم به النظام الخليفي من تعذيبهم وإذلالهم ومن محاولة قتلهم بشكل بطيء عبر منعهم من الرعاية الصحية واستخدام أساليب حاطة ضدهم. نحن مع القادة الرموز ولن ننساهم، وسنبقى نذكرهم ونطالب بحريتهم لأنهم معتقلو ضمير، ولأنهم اعتقلوا بسبب كلمة الحق وبسبب التعبير عن الرأي.